هناك أيضا صمت مطبق غريبة هذه من السيد رئيس الجمهورية برهم صالح. طيب. صامت وكأنهم يتفرجون على مخرجات هذه اللعبة الناعمة. زين السيد برهم الصالح مو أنت قبل شهرين قعدت مع الأطراف الشيعية ومن جملتها الحشد ومن جملتها ممثلي الفصائل وتم الاتفاق على الآتي وهو اتفقت وأنت بحضورك ومصور مصور الجلسة اتفقوا وياك إذا كانت نسبة التزوير 5% احنا سنسكت لصالح العراق والسلم الأهلي ويستمر الوضع، إذا كانت أكثر من 5% نعيد الحساب يدويا وإذا كان غير مطابق نطالب بإعادة الانتخابات. هذا الاتفاق مع السيد برهم صالح. زين هذا أشو السيد برهم صالح أيضا حط رجل على رجل وسد مكتبه مثل بلاسخارت والحكومة ما جاي تطرئيها وبالتالي حملوها الأطراف الأخرى، حملوا السيد الكاظمي، حملوا الحكومة لها يد، وكان يفترض بالسيد الكاظمي لا يقبل بهذا، يقول لهم تعالوا تعالوا يا حشد تعالوا يا كذا خلنا نقعد، انتوا وين شكون بمن شاكين؟ شاكين بمستشارين من هم؟ شاكين بأطراف من هم؟ وياخذهم يذبهم بالسجن ويبدأ التحقيق حتى شنو؟ يبيض صحيفة الحكومة ويبيض صحيفته كشخص ورئيس وزراء ورئيس حكومة. إما عملية هذه السكوت والتفرج هذا راح يقودنا إلى ما حصل بلبنان اليوم، وهو اليوم حصل بلبنان جرحى وقتلى والله لا يقولها.